رب العالمين. الفريق قدم مجهود كبير هذا الموسم، حصل من خلاله ان شاء الله يعني مباراة الوصل تكفي لنا التعادل ان شاء الله، والدليل يعني عمل كبير صار من وجهد اللاعبين. وصلنا لنهائي كاسين، واليوم الحمد لله يعني تقريبا مثل ما تقول باقي خطوة على الدوري، والحمد لله يعني الفريق قدم أداء مميز طوال الموسم. لنا فرصة إن شاء الله في بطولة آسيا أن نصعد دور 16، وإن شاء الله يعني تعرف مجهود اللاعبين ومجهود الجهاز الفني والإداري ولله الحمد. أتصور أن البطولة على مستوى المنطق والعقل يقول خلاص أن البطولة انتهت. أي نعم، على مستوى جدول النقاط تبقى لك نقطة، لكن منطقيا الحسابات انتهت، أنت تنتظر تحصل على نقطة في الوقت اللي منافسينك يفترضون ما يخطون في المباريات المتبقى. إن شاء الله يعني تعرف بعد هاي كرة قدم، لكن مثل ما قلت منطق يعني منطقيا الدوري تقريبا انحسم، لكنها رسميا بعده. طيب، يحسب لعبد الله نابود يمكن كمتابع للفريق ومتابع لك شخصيا من أول موسم مسكت في الفريق، المسيرة بدأت بكأس المحترفين الموسم الماضي، الكأس كأس رئيس سيدي صاحب سمو رئيس الدولة، واليوم أنت تقف على مقربة يعني أقرب من حبل الوريد لدرع الدوري، بالإضافة إلى وجودك في أكثر من محطة نهائية ووضعية المميزة للفريق في كأس دوري أبطال آسيا كذلك. الحمد لله مثل ما قلت لك يعني هذا مجهود موسم كامل يتوج إن شاء الله. يعني مثل ما تشوف أنت أن الدوري على بعد خطوة، وإن شاء الله نتأمل أن الفريق يواصل على المجهود هذا والحماس هذا أن يكمل في البطولات المتبقية. أبو سعيد، المطبات الكثيرة اللي مرت فيها الكرة الأهلوية في على مدار الموسم بما فيها الأخطاء الإدارية في إشراك لاعب من عدمه، يمكن محطات كثيرة كانت صعبة، متى أحسست أن الفريق خلاص على مقربة من لقب الدوري والفريق ماشي بخطة ثابتة ما تهم المطبات الكثيرة اللي تجاوزها حقيقة؟ في كرة القدم ما تقدر تقول أن انتهى كل شيء، بالعكس يعني أنا أعتقد أن مثل ما شفت يعني أعتقد أن هاي كانت المباراة اليوم كانت مفصلية، وأعتقد أن بعد المباراة هاي أنا حسيت أنها يعني أنهينا تقريبا مشوار الدوري. قادم الأيام ما هي أهداف الأهلي في قادم الأيام؟ أتحدث عن وجوده في محطة نهائية من كأس المحترفين، محطة نهائية في كأس رئيس الدولة، وأيضا الوضعية في دوري أبطال آسيا. لا اعتقد ان يعني طموح انك انت تحقق البطولات كلها وتصعد اسيا، اكيد هذا طموح يعني الشخصي، طموح اللاعبين، طموح المدرب، لكن ان شاء الله انه بعد في يعني في اطراف اخرى وفي ظروف، لكن ان شاء الله انه ان شاء الله انه قادرين ان شاء الله. موفقين بسعيد، وتحسب لك هذه الاداره والجانب الاداري للفريق وللنادي ككل. انا لا الحمد لله احنا متوفقين بمجموعه اعضاء، وهذا مش عملي روحي، بالعكس يعني هذا عمل فريق كامل يعملون في النادي، وهم طال عمرك بعد لهم دور كبير في وين وصلنا.